السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنستمر في رحلتنا مع جرائم التزوير أو جريمة التزوير. إحنا اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن الركن المادي لجريمة التزوير، وتكلمنا عن المقومات بتاعته أو عناصره اللي هي تغيير الحقيقة، وأن يكون تغيير الحقيقة في محرر، وأن يكون بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، وأخيرا وهو العنصر الرابع حدوث ضرر حال أو محتمل، يعني ضرر حصل فعلا نتيجة التزوير أو احتمال هيحصل في المستقبل. احنا ما تكلمناش عن العنصر الرابع من عناصر التزوير اللي هو حدوث الضرر الحال أو المحتمل، إنما تحدثنا في الفيديوهات السابقة عن العنصر الأول وهو تغيير الحقيقة، وعن العنصر الثاني وهو أن يكون تغيير الحقيقة في محرر، وعن العنصر الثالث وهو أن يكون تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون حصرا، إحدى الطرق التي نص عليها القانون حصرا. إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة هنتحدث مع بعض على العنصر الرابع من العناصر المكونة للركن المادي لجريمة التزوير، وهو الخاص بحدوث الضرر الحال أو المحتمل. هذا العنصر أو الحديث عن العنصر الرابع من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير بيفرض علينا الحديث في 7 أجزاء أو في 7 مواضيع مختلفة. يعني عشان بس تبقوا معايا، الركن المادي بيتكون من 4 عناصر، آخرهم العنصر الرابع اللي احنا إن شاء الله هنتكلم فيه النهاردة، اللي هو إيه؟ أن يكون هناك ضرر حصل فعليا أو هيحصل في المستقبل. العنصر الرابع ده هو للحديث عليه أو عنه بيقتضي مننا أن احنا نتكلم فيه، يعني إيه؟ 7 عناصر. إيه هم 7 عناصر؟ ماهية الضرر، ومعنى الضرر، وتفاوت الضرر بين الأوراق الرسمية والعرفية، والضرر من حيث وقت وقوعه، والضرر من حيث طبيعته، والضرر من حيث شخص المضرور، والضرر من حيث تقدير وقوعه من عدمه. طيب احنا هنتحدث على كل جزئية من الجزئيات 7 المكونة للعنصر الرابع للركن المادي في جريمة التزوير، وهو ماهية الضرر. ماهية الضرر؟ ايه هو الضرر؟ ممكن يكون الضرر أصابه في أمواله، ممكن يكون ضرر أصابه في أمور أدبية، أمور أدبية يعني زي شرفه أو اعتباره، فده ماهية الضرر. بالنسبة لمعنى الضرر، ما هو معنى الضرر؟ ما هو معنى الضرر؟ ودي النقطة الثانية من الضرر. احنا قلنا الضرر لابد من أن تتوافر فيه 7 نقاط أو 7 أجزاء. الأول ماهية الضرر، الثاني معنى الضرر، ومعنى الضرر هو أن يكون الضرر اعتداء على مصلحة مشروعة. يعني إيه مصلحة مشروعة؟ يعني لابد أن يكون هناك مصلحة للمجني عليه، هذه المصلحة أضيرت نتيجة هذا الضرر. يعني لابد أن تكون هناك مصلحة مشروعة، مصلحة مشروعة للمجني عليه. يعني مثلا التزوير أصابه في ماله، لكن لو أصابه في ناحية غير مشروعة، في ناحية غير مشروعة، يبقى هنا الركن ده اللي هو ركن الضرر لم يتحقق. ثالثا تفاوت الضرر بين الأوراق الرسمية والعرفية. هنا القانون اعتبر أن التزوير في أوراق رسمية هو تزوير حتمي الحدوث وحتمي الضرر. يعني ما نقدرش إن احنا إيه نقول الورقة الرسمية اللي حصل فيها تزوير ربما يكون حصل فيه ضرر أو ما حصلش. لا، هنا القانون نص على أنه الضرر في أوراق رسمية حتما ولابد أن يكون وقع. يعني إيه؟ مش لسه نبحث هل هو فيه ضرر ولا ما فيش ضرر. لا، الضرر في جريمة تزوير محرر رسمي حتمي، لابد أن حتى لو افترضنا أنه ما حصلش ضرر بالفعل، لكن هو القانون اعتبر الضرر هنا ضرر افتراضي. أي حد بيزور في محرر رسمي الضرر بيقع على المجني عليه بشكل افتراضي.
بيفترضه القانون، بعكس التزوير في محرر عرفي. محرر عرفي لابد أن يكون هناك إيه؟ إثبات لحصول هذا الضرر. دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في الضرر، أن يكون الضرر من حيث وقت وقوعه. الضرر زي ما قلنا أنه ممكن يكون حال أو في الاستقبال، يعني ممكن يحصل الضرر في وقت ارتكاب الجريمة، وممكن يحصل الضرر في المستقبل، بس لابد وأن يحدث الضرر. مين اللي بيستقل بتقدير وقوع الضرر إذا كان وقع في وقت ارتكاب الجريمة، اللي هو ارتكاب جريمة التزوير أو تغيير الحقيقة، أو أنه حصل في المستقبل أو هيحصل في المستقبل؟ اللي بيستقل بتقدير الجزئية الرابعة من عناصر الضرر هي المحكمة. الجزئية الخامسة في الضرر، وهي الضرر من حيث طبيعته. والضرر من حيث طبيعته بيكون مادي أو أدبي. مادي إنه هو يصيب المجني عليه في أمواله أو في مصلحة مادية له، وأدبي أن يصيبه في اعتباره أو في شرفه أو في أي شيء أدبي يخصه. الجزئية السادسة الضرر من حيث شخص المضرور، لأنه ممكن يكون المضرور شخص إنسان طبيعي، شخص اعتباري طبيعي، شخص طبيعي يعني، أو شخص اعتباري عام أو خاص. شخص اعتباري عام أو خاص، عام يعني هو تابع للدولة، خاص يعني ممكن يكون شركة خاصة أو شيء من هذا القبيل. سابعا الضرر من حيث تقدير وقوعه، لأنه ممكن يكون جريمة التزوير لن يترتب عليها ضرر، لا في الحال ولا في الاستقبال، وبالتالي مين اللي هو مناط بتقدير وقوع الضرر سواء في الحال أو في الاستقبال؟ المناط بالتقدير ده هو المحكمة. المحكمة هي اللي تقول إذا كان فعل تغيير الحقيقة أو التزوير هيترتب عليه ضرر سواء دلوقتي أو في المستقبل، أو مش هيترتب عليه ضرر خالص، يبقى المحكمة هي اللي بتقرر ده، ولابد وأن تذكره في أسباب الحكم الخاصة بها. يعني لازم تذكر في أسباب الحكم أنه الضرر حصل دلوقتي أو هيحصل في المستقبل. يبقى دول السبع نقاط اللي هم خاصين بالضرر. يبقى إحنا زي ما قلنا أنه الركن المادي بيتكون من أربع عناصر: تغيير الحقيقة، وأن يكون تغيير الحقيقة في محرر، وأن يكون بإحدى الطرق التي نص عليها القانون حصرا، وأن يكون تغيير الحقيقة يحدث ضرر سواء الضرر ده في الحال أو في الاستقبال. وذكرنا أن الضرر لابد له أن تتوافر فيه سبع نقاط، وذكرنا السبع نقاط حصرا، اللي هي ماهية الضرر وقد تعرضنا له، وثانيا معنى الضرر، وثالثا تفاوت الضرر ما بين الأوراق الرسمية أو المحررات الرسمية والمحررات العرفية، ورابعا الضرر من حيث وقت وقوعه، وخامسا الضرر من حيث طبيعته. وقلنا إنه الضرر قد يكون ماديا أو قد يكون أدبيا. وانتقلنا إلى العنصر السادس في الضرر، وهو الضرر من حيث شخص المضرور. وقلنا أنه ممكن يكون الضرر ده وقع على شخص طبيعي أو شخص اعتباري عام، يعني مصلحة أو مؤسسة أو هيئة تتبع الدولة، أو شخص اعتباري خاص يعني شركة أو كده خاصة. والنقطة السابعة من نقاط الضرر، وهي الضرر من حيث تقدير وقوعه، يعني هل هو هيقع أو وقع، يعني وقع فعلا في الحال بمجرد تغيير الحقيقة، أو هيقع في المستقبل. والمحكمة هي محكمة الموضوع، هي المناط بها تحديد إذا كان الضرر وقع في الحال أو وقع في أو هيقع في الاستقبال. وبكده يبقى إحنا انتهينا من الركن المادي بعناصره الأربعة، وهتبقى لينا في جريمة التزوير في أوراق رسمية أو محررات رسمية أو عرفية. يعني إحنا بنتكلم على، عشان برضو اللي هو ما شافش الفيديوهات من أولها، إحنا بنتكلم على التزوير عموما، سواء التزوير
في أوراق رسمية أو في أوراق عرفية. إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله تعالى هنتناول الركن المادي في جريمة التزوير، وهو الركن المادي المكون من العلم والإرادة والقصد الخاص، زي ما هنشوفه إن شاء الله في الفيديو القادم.